فضيلة الشيخ أثابكم الله، من مات وقد وقع في الشرك الأصغر عياذا بالله، هل يقع تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، أم أنه كحكم أهل الكبائر في الآخرة؟ الله يحفظه. إيش؟ أم أنه كحكم أهل الكبائر في الآخرة؟ من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك الأصغر لا يغفر، مثل أن تحلف بغير الله أو تقول لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، يقول هذا لا يغفر. لكن إذا لم يكن الشرك أكبر فإن الإنسان يعذب بقدر ذنبه ثم مأواه الجنة، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن طبق الآية على هذا، نقول هذا أشرك بالحلف فلا يغفر له ذلك، ولكنه بالنسبة لدخوله الجنة لا بد أن يكون مأواه الجنة ما دام الشرك دون الأكبر. هذا أرجح الأقوال في هذا. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فقد يشاء الله تعالى أن يعفو عن صاحبه ولا يعاقبه عليه.